أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم من بعد البريك. يعني قبل البريك أخذنا يعني عبر الواتساب رينا بقدر المستطاع عبر الواتساب لكمان نرضي غيركم، لأنه مثل ما بتعرفوا الحلقة مباشرة عنا على الهواء، بيبعتونا أسامي، بتوردنا أسامي كتير من كل البلاد على نية الشخص لنختار نحن من طب الفناجين مش هن اللي بيشربوها. أنا أفضل أنه تكون النية مع شرب الفنجان، لأنه القهوة عبارة عن خطوط ورموز وأشكال وأحرف بالأجنبية أم بالعربية، أحرف بالأجنبي أو بالعربية مثل ما قلت لكم، لحتى نعطيكم تفاصيل صريحة ودقيقة وتكونوا أنتم مرتاحين، وأنا يكون يعني بثقة عم بحكيكم لأنه أنتم شربتوا الفنجان وعلى نيتكم. أما هلأ وردتنا يعني مثل ما بتعرفوا أسامي كتير لحتى يختاروا هن على نيتهم الفنجان، وهن ما حددوا أي رقم. في عنا أسامي هلأ: نزيها بنت حسنية، العمر 40 سنة، من تونس. المشكلة اللي هي فيها صحتها تعبانة، يعني عندها يعني مثل ما بتعرفوا أنا بتحذر بالسرية على حياة الزوجية، أكثر شيء على حياة الخاصة بتحفظ أني أحكيها مباشرة كتير على الهواء. بقدر المستطاع على نيتها حأخذ فنجان لنزيها بنت حسنية. إيدي إجت على رقم 2. شوفي دايما دايما الحياة يعني حلوة، هي بالمبدأ العام نحن اللي منخلي الحياة تكون حلوة أم بشعة من خلال. شوفوا رغم أنه هالمرة تعبانة بس عندها حب للحياة، يعني عم تسعى. وأسعى يا عبد، بضلني بقلكن أنا مثل ما بيقول سبحان الله تعالى: أسعى يا عبدي لأسعى معك. هذه مذكورة بالقرآن بكل الـ يعني الأمور. ربنا قادر على كل شيء يغيره. شوفوا سبحان الله هي تعبانة هالمرة رغم إنها بتحب الحياة، وشوفوا فنجانها إنه قديش يعني مسالمة، قديش هالست يعني هيك قوية عم بتحارب بكل ما فيها لحتى تسعى لحياة أفضل، رغم أنه تعبانة جسديا عم بتقاوم لحتى تعيش حياتها بهدوء وبسلام. حبيبة قلبي، أنت عندك تعب فكر مزبوط، بس تعبك مش على نفسك، أكتر شيء على شخص بهمك أمره. يعني هو هالشخص ممكن يكون عديم المسؤولية من ناحيتك، بس هالشخص عنده ظروفه، بدك تقدري هيدا الشيء وتكوني يعني انت صبورة وانت عندك يعني حب للحياة، بس بتحبي الشيء يعني يكون ملكك انت، تتملكي الشيء اللي بتحبيه. وهذا الشيء ما بيمنع انك تفكري بحياتك وبمستقبلك وبهالاشخاص اللي بتحافظي عليهم، اللي بتحبي يعني انك تضميهم لجناحك. وهيداك يعني الشخص اللي انت تعبانه بسبب يعني اكيد شخص يعني هو شريك حياتك، هالشخص فارض شخصيته عليك، وهيدا الشيء اللي انت عم تتاثري فيه. ممكن هيدا يكون طبع، اسمعي الطبع هو بيغير كل شيء، لأنه الطبع هو دايما بيغلب التطبع. يعني بدك تتقبلي هالشيء وتعيشي حياة بشكل طبيعي، وما يعني ما تضلك هيك قلقانة، وانت بتحب الحياة مثل ما شفنا بالفنجان، وانت يعني بتسعي للأفضل، بتنشي عن اشياء كثيره لتعيشي حياتك
يعني بمحبتك لهالأشخاص اللي أنت بتكني لهم كل المحبة والاحترام، وهن يكونوا باحترام لإلك وبحب، وفي فرحة بدها تصير بقلب البيت لحدا من أولادك بأقرب وقت، يعني من خلال الأشهر هلأ اللي قادمة اللي جاية. منكتفي بقراءتنا للفنجان لنزيها بنت حسنية، هي اتصلت فينا من تونس وعطتنا الاسم. هلأ في عنا الاسم مصطفى، مصطفى ابن سليمة، العمر 19 سنة، من الجزائر، عنده مشاكل يعني حظ، لكن يعني رح اخذ فنجان على نيتك، بس مثل ما بيقول المثل يا بنتي جوزتك بس حظ منين بجيبلك. هلا ممكن انت عم تتعرقل قدامك الامور، بس ممكن بعدين تكون معسره بس بعدين ميسره. هلا حاخذ انا فنجان على نيتك ورح اضرب ايدي، خلص اجا هيدا الفنجان على نيتك. شوف الصبر هو ليش انا بتنفس هيك بعمق، لانه بحس بالشخص اللي هو يعني على نيته الفنجان، او هو اللي شربان الفنجان اللي انا بدي بصره. ليش بقلكن انا بعتولي فناجينكن اللي انتو بتشربوا الفنجان لحتى بصر الفنجان براحه بهيك بكل يعني ثقه. هلا اخذت هيدا الفنجان على نيتك، وكمان النيه سليمه لاخذ اني هالفنجان وتحكيني عن بعض التفاصيل اللي عم بتقلي عن الحظ. لكن الحظ هو بيمرق بالحياه، ممكن يحالفك الحظ او ما يحالفك، بس انت اللي بتصنع نفسك بنفسك، يا تكون يعني تتخطى يعني هالشي وتفكر يعني بعقلك أكتر، ما تفكر بغيرك، يعني تقول هيدا ليش معه مصاري أنا ما معي مصاري، تكون أنوع. ما قبل شوي كان في فنجان عنا أو عبر الواتساب حكيت عن القناعة، أنا حكيت عن الأشياء البسيطة اللي الإنسان بيقتنع فيها من خلال طموحه، اللي تحققت بيكون خير والما تحققت كمان بيكون خير، هيدا إنسان مقتنع. بس أنت ما في شي راضيك، يعني أنت بهالسن لازم تكون بتفاؤل، مش تكون بهالكآبة وبهالحزن اللي أنت فيه، يعني أنت عم تجيب الشر لنفسك، يعني عم بتحاول أنت تحطم نفسك بغير القناعة وب بعض الغيرة. يعني بدي قلك مش حدا غيران منك، انت عم بتغار من غيرك من خلال تصرفاتك، من خلال افكارك، من خلال عدم الثقة اللي انت عم تنوجد فيك، لانك انسان عم بتحس بنقص شيء، انت اللي بتخلي هيدا الشيء يصير، لانك انت اللي بدك تكون بإرادة وتفكر بمستقبلك، ما تفكر بأشياء يعني منا موجودة بالحياة، إنك بدك شي مليون دولار يكونوا قدامك، لا، هيدا كله أوهام، وربنا هو الرزاق وربنا هو اللي بيعطي. وكون مقتنع إنه ما في حزن إلا من بعده فرح، وما في يعني مثل ما بيقولوا ضيقة إلا من بعدها فرج. بكتفي وإنت فهمك كفاية، وبظن إنك إنت فهمت علي شو بقصد من خلال قراءتي لهيدا الفنجان. وبحب أن أذكر إنه اللي بده يبعث فنجانه بتفاصيل دقيقة أنا بقدر أعطيه نصائح وبقدر أوصف له شخصيته من خلال قراءتي للفنجان. هلأ أخذنا يعني فنجانين عبر الأسامي اللي وردتنا، من أسامي موجودة عبر الكنترول. هلأ في بالحلقات الجاية انتو سجلوا أساميكم، إذا ما حلفكم الحظ بهيدي الحلقة بالحلقة الجاية منقدر نقرأ لكم الفنجان، بس بعتوا الأسامي، صوروا الفنجان، بعتوا لي إياه على الواتساب من خلال الكنترول والأرقام اللي موجودة على أسفل الشاشة. هلأ بعد عنا يعني لضيق الوقت حاخد بعد في عندي اسمين رح اضطر يعني اقراهم، وعلى نيتكم الفنجان
واللي بده يبعت من خلال الحلقة الجاية انتوا سجلوا أساميكم وكونوا صبورين لحتى بقرالكم إياها بالحلقة الجاية. ما في شيء بيروح أبدا، الأسامي كلها بتتسجل عبر الكنترول وأنا بقراها إذا ما كان بالحلقة هيدي بالحلقة الجاية بقرالكم إياها. وأهلا وسهلا فيكم ولمشاهدينا اللي عم بيتابعونا. هلأ في عنا ناسرين محمد القيسي كمان من الأردن، اسم الأم كاتبة اسم أمه، الاسم الأم سناء، العمر 1993، 3/4/1993، من مملكة الأردن. بتشكر مشاركتكم مثل ما قلت لكم معنا، ورح يعني على نيتها حقرا لها هالفنجان. رح اختار انا على نيتها هيدا الفنجان. شوفوا هلا هي ما شربت الفنجان بس على نيتها، بس في تفاصيل بتكون مضبوطه لانه انا اخترت الفنجان على نيه اسمها واسم امها ومواليدها لمشاركتنا اللي هي من الأردن، لناسرين محمد القيسي. شوفوا رغم أن ناسرين أن يعني شوي يعني هالفنجان بميل للسواد وللبياض، يعني في تفاصيل فيه أنه السواد شو بيعني والبياض شو بيعني، يعني الحياة اللي نحن منعيشها طبعا بدها تكون قدامنا يعني على مبدأ انه طريق تكون مفتوحة على طريق الخير. الشر هو اللي بيعمل الشر، في حواليها اعداء كتيرة عم بيفتعلوا قدامها هالشر لحتى يدقروا لأمورها يعرقلوا لإياها. إنساني محبوبة أنت، إنساني محبوبة حبيبة قلبي، بس في بعض الأشياء اللي بتزعجك من خلال غيرة هالأشخاص منك، يعني في أشخاص عندها غيرة، مش أنت غيرانة منهم، لا في غيرة من هالأشخاص لإلك، أنت بتحاول تعمري وتبني، في أشخاص بتحاول تهدلك اللي عم تبني، يعني مثل كأنه مستقصدينك، يعني حاطينك براسهم. في حب بحياتك، شوفي هالقلب، هالقلب هو يعني بتعرفوا الفنجان مثل ما قلت لكم بينرسم اشكال ورموز فيه، واشكال مثل ما قلت لكم حيوانات او اشكال اشخاص، او يعني القلب ببين كل هيدي التفاصيل بنشوفها بقلب الفنجان. شوفوا هالقلب، شوفوا هالقلب، هو قلب حدا لإلك، قلب حدا يعني بيتمنى يتقرب لإلك، يعني في حب بس هالحب موجود بس ما في يعني زواج أو في يعني ارتباط، يعني حب من بعيد لبعيد. شوفي في وحدة دايما بتحكي عني كلام بالسوق، حتى هالشخص منه مهتم أبدا. عندك ثقة بنفسك بس هيدا كمان ما بيعني إنك أنت إنسانة عم تفكري بهالكلام اللي عم ينحكى وعم تتأثري فيه، لأنه كلام سيء عم ينحكى عنك ليشوهوا صورتك، ليشوهوا مستقبلك بالمجتمع اللي أنت فيه. بنصحك نصيحة أنك كوني يعني بثقة أنك رح تتخطي هالأمور لتعيشي بسلام وبهدوء مع هالشخص اللي هو رح يكون حلم حياتك أو تتعرف عليه من لقاء ممكن بعملك أو بمناسبة رح تكوني فيها. أنت إنسان كتير حساس عشان هيك هالكلام عم يعني لك وتتأثري فيه، وهيدا الكلام أكيد كل إنسان حتى لو يعني الشخص بيواجهك بيقلك إنه أنا صريح معك انه حكيتك هيدا الكلام ما تزعلي مني، لا رح تتأثري لانه الكلام بيجرح اوقات واوقات بيحيي الانسان،
ملاش الإنسان هو له طبع، الإنسان إذا كان حساس زيادة عن اللزوم بيتأثر من دون ما يحس، يعني هو بيتأثر حتى إذا كان بالمجتمع اللي عايشه بتحسيه هيك ذليل، دليل يعني مش مثل الشخص اللي عادي اللي عنده ثقة بنفسه وشخصيته قوية، بيكون هيدا الشخص إنه حساس زيادة عن اللزوم. أنت ما بتحبي تسمعي هيدا الكلام، ما بتحبي يعني حدا يواجهك بأشياء خيالية أو بمتاعب بحياتك، بتحبي تكوني صادقة والأشخاص اللي يكونوا حدك صادقين وتنسي كل يعني ماضي لتفكري بالحاضر وما حدا يأثر عليك بكلام مزعج يسيء لإلك أو يدمرك حياتك. بنصحك نصيحة إنه فكري بمستقبلك، في فرصة رح تجيك وتكون هالفرصة خير لإلك، وشيلي كل هالأوهام من فكرك لحتى تعيشي حياتك. عم بيقلي المخرج إنه بعد رح ناخد بس فنجان معنا لأنه الحلقة قربت تنتهي. هلأ في عنا اسم محمد من سوريا بس ما كاتب أي تفاصيل عنه، يعني اسم الأم أو اسمه يعني بالكامل، بس كاتب محمد من سوريا، ما يعني مش معرف عن أشياء أبدا، يعني مثل ما بده هو حر إنه، بس في محمد كتير يعني وفي من سوريا يعني كتير بيجينا اتصالات. بنصحك أني إذا بدك يعني على الخاص تبعت لي، اكتب لي اسم أمك، اسمك بالكامل، عمرك، لحتى أعطيك تفاصيل دقيقة. رح أخذ الفنجان على نية محمد من سوريا، بس مثل ما بتعرفوا يعني هن يعني المشاهدين بعتوا مثل ما قلت لكم الأسامي، اسم الأم كمان هيدا شيء يعني أنتوا بتكونوا يعني مرتاحين إنه عم تعرفوا اللي عم ينبعت الفنجان. هلأ هو محمد هو بيعرف نفسه إنه هيدا الفنجان لإله وعلى نيته، أخذت الفنجان لقراله إياه قبل ما تنتهي حلقتنا لحتى شوف يعني تفاصيل دقيقة لإله. تعرفوا أنتوا أنا بحب كتير أنه تبعتوا لي الفنجان من خلال الواتساب، بتصوروا لي تبعتوا لي لحتى أقرأ لكم الفنجان، غير أنه ما تبعتوا لي الاسم أنه من سوريا وبس ما في شيء، يعني لحتى أنا أخذ الفنجان وأقرأ على نيتكم. هلأ في عنده يعني هيدا الشخص هو اسمه محمد من سوريا، عنده يعني تفاصيل دقيقة بحياته، غامض مثل ما هو غامض. بعت لي بس اسمه، بس هيدا الشيء ما بيمنع انك انسان كتير كتير واقعي بحبك لهالحياة لحتى تبني وتأسس لمستقبلك ويكون في حب بحياتك موجود، انت عم تسعى لحتى تتوج هالحب بزواج او بارتباط مع هالإنسان اللي أنت عم بتفكر فيها من خلال قلبك اللي موجود هون، قلب أبيض صافي، يعني في حب بحياتك موجود. هلأ عندك سلام، يعني سلام عام، يعني في حمامة بيضة في سلام، أنت بتسعى للسلام، بتسعى للخير دايما، إنسان كتير جدي واقعي. وفي عندك أمور غامضة، أنت بتحب الغموض، أسرارك جواتك، يعني ما بتحب تكشف هالأسرار اللي جواتك على أي حدا، ما بتوثق بحدا، يعني عدم الثقة بهالأشخاص مخليك أنك أنت تركز بأفكارك اللي أنت عم بتفكر فيها بأسلوب خاص فيك. وفي عندك يعني مصاري رح تحصل عليها، وانت انسان ايدك يعني هيك يعني بتحب تصمد، يعني في يعني طبع الانسان مثل ما بيقول، يعني في اشخاص ايدهم هيك مفتوحه، في اشخاص بحبوا يصمدوا مصاري. خبي قرشك الابيض ليومك الاسود، وعم بيقول لي المخرج انتهت الحلقه، وان شاء الله بشوفكم بحلقه جديده
من برنامجنا فنجانك على الهواء، اتصلوا فينا، سارعوا بصوروا الفنجان، انتوا اشربوا القهوة، ابعتوا لي الفنجان على الواتساب لحتى اقرأ لكم الفنجان، يعني هيك بكل طيبة وبكل ثقة، وانتوا تكونوا مبسوطين وانا اكون مرتاحة نفسيا من خلال قراءتي للفنجان. الارقام على اسفل الشاشة، بتمنى يعني تبعتوا لي تقولوا التفاصيل اللي انتوا بتحبوا تقولوها، اسم مثلا هالشخص، اسم امه، اسم عمره، لحتى يعني تكون القراءة واضحة وصادقة، واهم شيء الصدق بالانسان لتوثقوا فيني وانا اكون صادقة معكم. بشكر حضوركم، وحلقة جديدة ان شاء الله بتشوفوها من فنجانك على الهواء.